معايا على التليفون الاستاذ شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. استاذ شادي مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء النور وشكرا على الاستضافه. استاذ شادي، هل في تقديرك ما قدمه اليوم ترامب وما اعلنه في واشنطن يمثل ربما فرصه للعوده مجددا الى طاوله المفاوضات التي نسى الطريق اليها الاسرائيليون والفلسطينيون منذ سنوات؟ ده حقيقي، يعني مبدئيا شهدت عملية السلام جمود طال سنوات عديدة، يعني وفكرة ان دولة او ادارة امريكية تطرح مبادرة للسلام لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي ومن ثم حل القضية الفلسطينية ليس حكرا على ادارة معينة او على دولة معينة، وانما هو طالما مبادرة تكسر الجمود من ناحيه السلام ومن ناحيه مسار واستكمال او استئناف مسار عمليه السلام، فيعد ده مبدئيا انطباع ايجابي او خطوه ايجابيه لاستئناف اي مفاوضات ما بين الطرفين الرئيسيين في القضيه الاسرائيليين والفلسطينيين. وترامب صرح بدوت في اكثر من مناسبه ان عدم تطبيق الصفقه او تطبيقها، يعني تطبيقه من عدمه يبقى في ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين. فطبعا يعني السلطه الفلسطينيه هي اللي هتبقى ساعتها بتقدم الموقف النهائي ليها، هل يمكن الجلوس على طاوله المفاوضات واستئنافها او ابداء موقف نهائي من بالرفض يعني. طب حضرتك شايف ان ده يعني اطار للحل يمكن البناء عليه ولا يعني حل نهائي بمعنى الكلمه؟ لا ما فيش، لا يعني لا يمكن الحديث عن كلمه نهائي، يعني لا بتبقى خطوات، مجموعه من الخطوات المبدئيه بتبدا بدراسه، بتبدا بتقييم، بتشمل مجموعة من المحددات. لو المحددات ديت أصبحت مستوفاة بالنسبة للموقف لأي طرف من الأطراف الرئيسية في القضية، يعني بيتم التدشين بقى الخطوة النهائية اللي هي فكرة الجلوس على طاولة المفاوضات ومن ثم تطبيق الاتفاقية. لكن كلمة نهائية تبقى لصيقة بأي طرح سواء طرح ده مبادرة سلام أو مجرد خطة، لا يعني غير منطقي نهوت في المشهد اللي احنا شايفينه. زي ما احنا تابعنا استاذ شادي انه يعني الخطه اللي اعلنها ترامب ترتكز يمكن على ان يكون الحل بين الطرفين الاساسيين الفلسطينيين تمام. والاسرائيليين من دون دخول اطراف اخرى اقليميه. هل من وجهه نظرك ان ده بيساعد الطرفين على التوصل لحل نهائي؟ القضيه تظل قضيه تسمى يعني قضيه فلسطينيه، والصراع الاطراف الرئيسيه فيه ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين. الموقف المحدد او الموقف اللي يجب ان يقف عليه جميع الاطراف، الموقف الذي يخرج من السلطه الفلسطينيه الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني والموقف الاسرائيلي الاخير. الموقف الاسرائيلي المبدئي موافق على الصفقه او موافق على خطه السلام الامريكيه، موافق على الطرح اللي قدمته الإدارة الأمريكية تحت رئاسة دونالد ترامب، هو يستوفي إلى حد ما بعض المحددات والخطوط الإسرائيلية سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاستيطاني أو خلافه يعني. لكن الموقف الفلسطيني نحن ننتظر في الساعات القادمة إن شاء الله موقف يخرج من رام الله، مقر السلطة الفلسطينية ورئيس الشعب الفلسطيني محمود عباس، ومن ثم بقى تبدأ المراحل زي ما قلت قبل كده التقييم والدراسة، ومن ثم إبداء الموقف النهائي من خطة السلام الأمريكية الأخيرة.